الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. ركن تيموي نخنن جمنام ركن إيمان كيين جيتو جمبو الله سبحانه وتعالى ربط بركات. كيف نؤمن بالله؟ يان ما يتو ين جيتو جمبو الله؟ بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. جي كيين تروتاي ضلتا الله تعالى كيين جيتو جمبو الله تعالى نو توحيد تنباي. وأن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. هاي ين ترو جيتا الله سبحانه وتعالى مين؟ الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. هاي بحطان دا جنغ أول بنهاي تا الله سبحانه وتعالى مين نوكو من شرانا. يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة. هاي ين آج برمول نو بحطان دا أهنو موتربون. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. تيموي كي أكل كمنت بعجين كمنت بعجين بقعد بكمنت دلترم تراو كي ين من أجب ديسايت هاك من الله تعالى نوتي كي بقعد ين جيتا الله سبحانه وتعالى تيموي كت دل كروب كرون ريكو دل ريب جام نو لكي تنقه ني. الثاني الحس يستحيل أن يأتي إنسان وينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأنه يعرف أنه إذا دعا كان في كرب وشدة يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء فهذا دليل محسوس ملموس تيبي أرام رباه ين جن أرام رباه ين من آج با ديساي تاكمين مجاه تي كي برقات جي ين نن تطول سكول مجاه رباه ين لاي أرام رباه ين تطول. الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. تيبون كي أجمعها دليل فطرة رول كمين دلته مكانه كنوله فطرة ربه فيه. الرابع الشرع يعني الأدلة من الكتاب والسنة. هاي بحثان أريكوجي أمنام تيبون كداو تله دليل أمبي القرآن والسنة ربه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.